إلى حسن مأمون، إقبال حسين، الفاظ، حج الفاظ ويسدد. جول حلو، يستاهل الفاظ، كل الالفاظ اللي بتطلق عليه. هذا لاعب متمكن، وكنت ذكرت في مباراة منتخب بنغلاديش مع منتخبنا الوطني أن هذا لاعب متمكن جدا، والتعاقد معاه من الأندية والله أمر ممكن جدا. هذا الإعادة شوف قذيفة، والله يعتبر واحد من أحلى الأهداف، واحد من أحلى الأهداف اللي سجل. مقصود أمين، محمد الفاظ، الفاظ يحاول يلعب مرة ثانية، دخل الجزاء ودخل الجزاء، كرة حلوة ممتاز، هذا لاعب محمد الفاظ يسجل هدف الثاني. لاعب متمكن، شوف داخل منطقة الجزاء ومن زاوية ضيقة جدا، استطاع أن يسجل الهدف الثاني لفريق منتخب بنغلاديش. قوية داخل المرمى، شوف زاوية ضيقة جدا، ولاعب مناخ، اذا نازل مناخ، نازل وفترسون طالع، ملعوب ناحية اليسار، وانطلاقه جيده، ودخل مدرسه، وتيتو يبعد، تيتو ترجع مره ثانيه وتكمل، والهدف الثالث، الهدف الثالث لمنتخب بنغلاديش. عشر من منتخب بنغلاديش، مقصود الامين، عدا لما حارس المرمى ابعدها، انتدمت وتابعوها وكملت الى داخل المرمى ليسجل منتخب بنغلاديش.